لو اتكلمنا عن اسكندرية يبقى اكيد هنتكلم عن مكاننا النهاردة. مفيش حد زار اسكندرية وممشيش في الشارع ده. مكاننا النهاردة هو اشهر شارع في اسكندرية. ها، عرفتوه ولا لسه؟ طب يلا بينا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. معاكم حبيبة من قناة جدد حياتك مع حبيبة، من سلسلة فسح وخروجات اسكندرية. فسحتنا النهاردة يا جماعة منها فسحة ومنها ناخد فكرة عن اشهر شارع في اسكندرية، طبعا كلنا عارفينه، وهو شارع خالد بن الوليد. شارع خالد بن الوليد يا جماعة معروف من زمان قوي، وهو أشهر سوق تجاري موجود في اسكندرية للمصيفين وزوار اسكندرية. يا مرحب بضيوفنا في اسكندرية. وزي ما احنا شايفين أنا بصور في الفجرية عشان الدنيا بتكون أهدى، لأنكم عارفين إن الشارع ده بيكون زحمة جدا في الصيف. طبعا في أكبر محلات على نطاق واسع جدا، منها كافيهات ومحلات وهدوم وألعاب وأحذية وشنط ومفروشات، وكمان في عوامات وكل مستلزمات البحر. وزي ما احنا شايفين ناس كتير فرشة على الأرض والأسعار في متناول الإيد. ونصيحة مني يا جماعة، إن اللي جايين يصيفوا ما تجيبوش معاكم أي حاجة، لأن فعلا الشارع ده فيه كل حاجة. وزي ما احنا شايفين المحلات بجميع أنواعها قدامكم، وكمان في أسعار مكتوبة عشان تاخدوا فكرة. هسيبكم مع الفيديو براحتكم تفرجوا وهرجع لكم تاني.
ورجعت لكم تاني هنشوف الجديد، وزي ما احنا شايفين اللي احنا داخلين عليه ده نفق خالد من الوليد، اتعمل مؤخرا عشان الناس تعدي من خلاله للجانب التاني ناحية البحر. موجود فيه مول تجاري داخل النفق، لو انت حابب تشتري منه حاجة ونفس الأسعار. طبعا انتم اتفرجتم وخدتم فكرة، يا رب يكون الفيديو عجبكم وخفيف عليكم. مستنية دعمكم واشتراككم في القناة واللايكات والشيرات. اشوفكم على خير في فيديو جديد بكل جديد.